بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وحلقه فنيه جدا جدا، ضيوفنا فيها ابطال فيلم جميل من النوعيه المعبره عن واقع الشارع المصري، وابطال العمل ادوا ادوار صعبه ومركبه وايضا جديده. النهارده يسعدني يكون معايا ابطال فيلم النبطشي اللي بتعرض دلوقتي في دور العرض. معايا ومعاكم النهارده النجمه الكبيره هلا صدقي. اهلا وسهلا، اهلا بيك، نورتينا وشرفتينا. وايضا معانا نجمنا الجميل محمود عبد المغني. اهلا بيك يا محمود، شرفتنا وانستنا. معانا ايضا الفنان الجميل رامز امير. اهلا وسهلا بيك يا رامز. وطبعا كاتبنا المؤلف جميل محمد سمير مبروك، ومخرجنا الكبير استاذ اسماعيل فاروق. اهلا وسهلا، شرفتونا ومبروك الفيلم ونجاح الفيلم، ودايما موفقين ان شاء الله. تيجي نشوف قبل ما نبدا التتر التريلر بتاع الفيلم؟ طبعا نشوف. يلا. الماتش ده هو اللي بيشيل الفرح. ايوه 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 ايوه، اهم واحد في الفرح. وبختار وبحب اللحمه وبحب النجاح. النبطشي كاتشي. ايه ده اخبار الموزة زياد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت تقول الكلام المكتوب وبس. سبايدر مان. سبايدر مان. صباح الخير يا ماما. يا خيكتك ماو. طب دوق الصبع ده. الصبع ربنا يرحمك يا بنت. فيها يا بنت استرها يا رب معانا عشان نطلع في روتانا. اللي مني مخليني فرجة لله. ولي ولي طب اللي مني مزعلني. ايوه 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 ايوه. مرجحينا ولف بينا افتري ودوس يا عنينا وبصرينا كمان يا دنيا. دوخينا 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 وطوحينا عشمينا وخليبينا. هو ده طبعك يا دنيا. انت عايزة تقولي ان اخوك حرامي؟ من على البحر يعلى. انت عمل علي ذكر يعني. ذكر عايزين تشتروني؟ انا طريق عايز فلوس يا ده. انا حرام في نفسي من كل حاجه عشانك يالا. ليه تعمل فيا كده؟ اهدى بدل ما اجيب وشك. الناس عايزه تشتغل وتاكل من عرقها، بس فين الشغل؟ ما هو لو كلنا متنا انتوا هتحكموا مين؟ الغلابه يا حكومه. طب الغلابه قريب. واضح انك انت عامل دور مذيع جامد جدا. احنا هنجربك النهارده على فكره. مدام هلا، يعني اولا انا عايز ابدا بيكي لانك انت بقالك 7 سنين مختفيه تقريبا عن الساحه السينمائيه. ايه اللي عجبك في النبطشي خلاكي ترجعي؟ هو مجموعه اسباب. يعني يمكن اول حاجه امانه. يعني انا عايز ارجع السينما، بس اللي موجود مش حلو واللي موجود فيه ناقص. طب انا هرجع ازاي او هرجع بايه؟ فريق العمل كله جديد تقريبا، عمري ما اشتغلت معاهم، ما اعرفهمش شخصيا، ما تقابلناش مع بعض، فده مخوفني اكتر. فيمكن الاستاذ اسماعيل حس بده من مكالمه التليفون. فقال لي طب خلينا نتقابل ونتعرف على بعض. ففعلا اتقابلنا ولقيت دماغه سينمائيه 100%. بس هو المفاجاه طبعا جوه اللوكيشن كان قصص كتيره بقى. ان لقيته مخرج بيحب الممثل، بيحب التفاصيل الصغيره اللي بتعمل الشخصيه. لكن من الاسباب الاولانيه بجد يا عمرو ان انا حسيت انه، معلش انا اسفه انا من الموبايل ما تقفلش، وده اهمال من ممثله مبتدئه. انا حسيت انه السينما النهارده بتمر بازمه. احنا من كام سنه كنا بنعمل 400 فيلم او حاجه كده، السنه اللي فاتت وصلنا ل6 ل8، كلام فاضي. فطبعا في صناعه بتنهار، في صناعه بتموت. واجب كل واحد انه ما يقولش انا، يعني بلاش الانا، نقول احنا بقى السينما عشان ترجع تاني. احنا لازم، فكل واحد لازم يضحي بحاجه. فاهم؟ البطوله النبطشي، النبطشي هو البطل. طب دورك انت، كلميني عن دورك وايه اللي عجبك فيه. دوري اللي انه دايما في كل الافلام دايما الام بتبقى مهمشه، اللي هو يا حبيبي كلت يا حبيبي بس يا عم.
يا ريت اللي بيتصل ما يتصلش دلوقتي عشان احنا على الهواء. انه الام دايما مهمشه في كل الافلام، بتبقى حبيبي جيت حبيبي كذا. لا، هنا الام هنا العمود الرئيسي في الفيلم، هي العمود اللي بتدير البيت ده، اللي بتدير الشباب دول. الروح بتاع الفيلم فيه ضحك، فيه استعراض وغنى، في الجو الشعبي. انا بعيده، انا من ايام ارابيسك ما عملتش اللون الشعبي، فده حاجه جديده بالنسبه لي. في دراما، في مكتوبه حلوه قوي، فعندي مليون سبب. دور الام ما قلقكيش؟ ما فكرتيش فيه شويه؟ لا لا، مش انا. لا مش انا خالص. لا، انا عملت وانا عندي حاجه 20 سنه، عملت ام الاستاذ محمود ياسين يعني. بس هو كان مراحل يعني. لكن الاستاذ اسماعيل فعلا كان بيفكر ان احنا نعمل في الافون تيتر الاول، في التيتر الاولاني المراحل، بس احنا الحقيقه الوقت ما اسعفناش يعني، كان عايز يعمل كده. بس عموما في الاحياء البلدي وكده هما بيتجوزوا صغيرين، صحيح مش 10 سنين. طبعا طبعا طبعا، ما انا واخد بالي. سعد ولا محمود؟ سعد ابو سنه. سعد ابو سنه، ايه بقى سعد ابو سنه؟ احكي لي عن سعد ابو سنه، وايه اللي حسيته في سعد ابو سنه؟ حسيت من اول ما قريت الورق ان انا قدام شخصيه صعبه جدا ومستفزه كممثل، يبقى مبسوط شخصيه غنيه فيها تفاصيل كتير جدا. وبعد كده قعدنا انا والاستاذ محمد سامي مبروك والاستاذ اسماعيل، وعملنا الحكايه دي وعشنا الاجواء بتاعت النبطشي من اول الكتابه، وقرينا حسيت ان انا قدام شخصيه صعبه. خلينا بس نوضح للناس ايه النبطش عشان الناس تعرفه يعني. النبطش ده هو الايه؟ بيشهيص الفرح. بيشهيص الفرح. بيشهيص الفرح. يعني بيعمل ايه؟ بيشهيص الفرح. يعني اول وثاني ومليون، استاذ عمرو الليسي والحياه وادب الحياه. اول وثاني ومليون، وسلام تقريبا لكل الناس اللي معانا النهارده وسامعنا النهارده. هو ليه مفردات، ليه كلام، ليه طريقه في القائها، سريع جدا، سريع البديهه. في الفرح هو المتحكم، هو المركز، هو السنتر. والناس بتستخدمه لانه شاطر ولانه يعرف يطلع القرش، لان القرش ده بيروح لصاحب الفرح. فدايما بيجيبوا الناس الشطار اللي يقدروا يطلعوا الفلوس. وفي نفس الوقت لازم يبقى محبوب، عارف الناس كلها وعارف اسماء العائلات كلها. فهي شخصيه صعبه وفيها تحولات كتيره جدا. من نبطش افرح لمذيع فضائيات ونجم كبير زي حضرتك كده، وهنعيش ونستمتع مع سعد ابو سنه. طيب نشوف اللي مزعلني عشان نشوف نفتكر سعد ابو سنه واللي بيعمله سعد ابو سنه، يلا. اللي من وما مال الحمل مني، قبل مني ابو سنه ما شالش عني، كله اشيل عنك وربنا، وربنا اشيل عنك اي حاجه. يا جدعان احمد شيبه، يا جدعان احمد شيبه النجم المحبوب اللي اسمه على كل مايك مكتوب 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 مكتوب. اللي مني مزعلني ومش فاهمني، اللي مني عايزين ايه مني؟ انا اسمع اني انا احب اللي مني واموت في اللي مني، بس اللي مني مش رحمني ومش فاهمني. يا ريت تفهموا، اه مش فاهمني،
استاذ محمد سمير مبروك، انت اصبحت متخصص بقى في الافلام اللي هي اللي فيها الشعبيات. لا ده اتهام. لان احنا جاتي انا واستاذ اسماعيل بنعمل فيلم اسمه الخلبوس. الخلبوس حاجه جديده كده. لكن هي مش حكايه تخصص، هو فيلم شيء مش حكايه تخصص، حكايه انت ارض الواقع عايزه ايه دلوقتي. يعني ساعه عبده موته كان بطل الانفلات الامني البلطجي، فكان لازم اتكلم في ده. مرارا بقى باللي بعده لغايه ما وصلنا النبطشي، كان وصلنا لحته خطوره الكلمه من بعد الثوره لغايه دلوقتي، بقى اي حد يطلع قدام المايك يتكلم. طبعا ما بعممش يعني بعض الناس، فأدركنا بقى خطوره الكلمه، لازم بقى نتكلم عن فيلم يقول معنى الكلمه. فكانت الفكره نبطشي افراح بقى اكبر اعلامي في مصر، واختيار شخصيه النبطشي لان هو الشخصيه ده ادارجي زي ما انت شفت دلوقتي. حد بيعرف يتكلم، حد هعرف من الاخر اوصل فيه بيه رساله الفيلم. ده مثلا ده المحور الاولاني في الفيلم. الثاني كان مشكله الادمان، وده جسد شخصيتها استاذ رامز. الادمان اللي بقى في مصر من سن مبكر جدا، من سن 14 و15 سنه. اتكلمنا في الحكايه دي. ثالث حاجه اللي هي الطبليه بقى بالبلدي كده، الطبليه المصريه اللي هي البيت، ما بقاش فيه ترابط اسري، بقى فيه تفكك بقى وده كان من خلال شخصيه الام. وده هرجع لكلام ان ما كانش ينفع تبقى شخصيه الام مهمشه، لان هي محوريه في الفيلم. ان احنا دلوقتي افتقدنا روح الاسره، بقى كل حد ممكن نبقى قاعدين كلنا في بيت واحد، وكل واحد ماسك الموبايل وعلى الفيس ومع نفسه. فده وقته كان لازم يتعمل كده، لكن مش حكايه تخصص ان انا تخصصت شعبي قوي خالص نهائي. طيب استاذ اسماعيل، يعني في راي بيقول، يعني نتفق او نختلف معاه، ان في موضة سائدة الفترة اللي فاتت هي موضة اللي هي الشعبيات، الفيلم اللي فيه المشهيات عبارة عن بعض الأغاني الشعبية مع شوية الأكشن مع شوية الجو الشارع أو الحارة المصرية، وإن هو دوت الغالب الفترة اللي فاتت، هو ده اللي عمل نجاح الفترة اللي فاتت. وزي ما تفضل الأستاذ بيتكلم على عبده موتة والأفلام اللي عملت يعني نجاحات وهكذا. هل حضرتك وإنت بتشتغل الفيلم ده كنت ماشي في نفس السكه دي، ولا كان في دماغك ايه بالظبط؟ بص حضرتك، هو الشعبي هو انا مش هقول بس كلام كبير علشان ما يتقالش ان انا بقول كلام كبير يعني، بس هو وسام ان احنا بنعمل افلام شعبي. اذا حد تخيل ان في مواطن بيقعد يشتغل علشان يحوش فلوس علشان يدخل السينما في العيد، وهو ده اللي بيدخل السينما في العيد وبيعمل ايراد علشان يتبسط، فما هي التركيبه اللي بتبسط المواطن البسيط ده اللي احنا بنعملها؟ فهو هيبقى مبسوط جدا وهيقول لنا شابوه على اللي انتوا بتعملوه، ان انتوا بتبسطوا الناس دي وسط البلد والملايين والناس دي كلها بتتعامل من 80% اللي هم بيقولوا عليها السي كلاس اللي بتدخل وبتحب الافلام الشعبي دي. فانا مبسوط ان انا بعمل افلام بتسعد الناس دي، تمام؟ مع اني بعمل فيلم جديد رايح لشريحه تانية خالص، الاي كلاس، الخلبوس، بس انا عملت مجموعه افلام، وكان في منهم اخر ثلاث افلام انا بشوف ان هم كان فيهم اهميه للشارع، من عبده موته وظاهره الانفلات الامني والقشاش اللي بينت فيه طيبه الشعب المصري من اسكندريه لاسوان، والنبطشي اللي اتكلمنا فيه على الكلمه والاسره. فدول ثلاث افلام مهمين جدا في حياتي انا بعتز بيهم جدا يعني. رايح اعمل حاجه تانية في منطقه تانية، بس انا فعلا بعتز جدا بالافلام اللي انا عملتها، واخرهم النبطشي. وهو لكن مش موضه يعني، فكره الشعبيات دي مش موضه سائده ورائجه الفتره اللي فاتت. لن تنتهي ولا برضو ليها فتره وهتنتهي؟ لن تنتهي، لان ده اللي بيبسط الناس الشعبيين بتوع وسط البلد. وحضرتك لو نزلت العيد في وسط البلد ونزلت قدام مترو وقدام اوديون وقدام كوزموس وقدام السينمات دي وشفت الناس عملت ايه، لو شفت محمود وهو داخل بعربيته، انا خدته كده بالغلط وديته عند سينما اوديون كده عشان اوري له الدنيا عامله ازاي، فدخل بالعربيه وهو مش فاهم هيوصل لفين، قدام باب سينما اوديون العربيه بتاعته اتشالت من على الارض. ده حب، شيل العربيه ده حب، مش هم مش مضطرين يعملوا ده. دي ناس بتحب بقلبها، تعبانه في الفلوس قوي ونازله رايحه السينما تتفرج على الفيلم اللي هي عايزاه، فبتحب الموضوع قوي فرايحه بقلب قوي. دي ناس احنا عملنا لها افلام واحنا مؤمنين بيهم وهم حبينا، فعشان كده. رامز كلمني عن دورك بقى في الفيلم. انا عامل ابن مدام هاله واخو محمود.
الدور بتاعي تقدر تقول يعني شبه 90% من الشباب المصري. بتبتدي اللي هو شاب عادي بني ادم طبيعي، فتشوفه في وسط الاسره وهما بيحبوا بعض ومرتبطين جدا ببعض، لغايه ما محمود بيبتدي يشتغل بيتشغل عننا. بتشوف ده تاثيره على الشخصيات بقى كلها، سواء انا اي حد في البيت يعني. بيوصل ان هو بيدمن، وده بص كان سبب مهم قوي يعني، خلاني حتى لما الورق جالي كنت مبسوط جدا بالدور، لان حسيت انه هأثر في ناس يعني. من المرات القليله قوي اللي مثلا دور تحس ان انت لو عملته كويس ممكن تأثر في حد مثلا ادمن ف يبطل الموضوع. حتى انا قعدت مع اسماعيل لو فاكر على مشهد نحرق النهايه ولا احرق في الفيلم احرق. لا احرق في الفيلم، ما انت كمل حكايه. لا والله قول النهايه اللي هيحصل. لا قول. بص هو بلخص لك الموضوع، انا يعني استمتعت جدا والدور بالنسبه لي. لا 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 احكي احكي. لا ما يا استاذ عمرو احنا طيب ماشي. في اخر الفيلم انا المفروض بموت تمام، فقعدت ما خلاص بقى مش قلت لي مش قوي كده. لا مش قوي كده يعني، خليه يحكي من غير ما بس اتفرجت خلاص. فقعدت عايز على قد ما اقدر فكره اللي انا يعني النهايه تبقى قاسيه قوي، عشان الشباب لو اي حد مدمن يشوف نهايه البني ادم ده كان طبيعي وفجاه تحول لمراحل قاسيه جدا. فقعدت مع استاذ اسماعيل اتناقشنا كتير قوي في فكره. انا فاكر اللي هو لما هيموت كنت عايزه يطلع مبرق، ان المنظر ده بيبقى قاسي جدا. فأنا انبسطت جدا بالدور وفخور اللي انا قدمت النوعيه دي. يمكن يعني الواحد يكون فات حد من الشباب يعني يشوف الدور كده فيخاف على نفسه يعني. مدام هالة، انت لما عملتي الدور ده ما كنتيش خايفه انك انت وانت راجعه انك تعملي دور في فيلم شعبي؟ طبعا شويه انت ارستقراطيه يعني، انطباع المشاهد عنك دايما في الاعمال فاهمين غلط يعني شويه يعني فيكي. هل ده كان في حساباتك وانت بتعمليه؟ بعدين ما شاء الله طالعه ام الاثنين يعني. يعني طبعا كنت خايفه طبعا. قلقانه طبعا متوتره. لكن يعني انا فاكره انه الحاجه الوحيده المره الوحيده اللي عملت كان فيها شعبي اللي هو في ارابيسك، ومن نجاحي وحبي في ارابيسك رفضت اعمل شعبي بعد كده علشان ما تبقاش استامبه. فلقيت انه لا، الموضوع كمان انك انت حتى لو شعبي بس انت كمان المفروض ان احنا بنرتقي بالناس يعني. مش لازم ان انا ابقى شعبي ان انا ابقى ست مش نظيفه في نفسي، مش لازم ان انا ابقى شعبي ابقى مهملة في لبسي، مش لازم ابقى شعبي ان بيتي مش نظيف او مش مرتب. فلا بالعكس يعني، احنا عندنا احنا اولاد البلد الشعبيين يعني. انا عايز اقولك حاجة، احنا بعيد عن السياسة، ولكن الدعم الرئيسي في 30/6 كان الستات عملوا شغل جامد جدا. فالست المصرية دايما يعني ده اللي عجبني قوي في الفيلم، ان الست موجوده، ده العمود الرئيسي يعني. حتى في مشهد لمحمود وهو في الفرح ان هو امي يعني، هو مش بيحيي العروسه هو بيحيي امه. صح. فده احنا مفتقدينه جدا. فلقيت مبادئ يعني، يمكن اسماعيل ومحمد انه متهمين ان هم بيعملوا افلام شعبيه بس لطبقه معينه. لا، هو مش طبقه معينه خالص، مشكله الادمان دي موجوده في كل حته. لمه الاسره والام وده موجود في كل الطبقات يعني. دي ام في كل حته، هي ام اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا. الاخ الكبير اللي معتمد على نفسه ده معتمد البيت كله معتمد عليه. بس فكره اللمه وفكره الام واحتضان الولاد ده احنا مفتقدينه خالص. القدوه بالنسبه لك انت مفتقدها. صح. فده يمكن الخط اللي شدني وعجبني وحبيته. لما رحت السينما اتفرجت عليه وسط الناس بقى حسيتي بايه؟ للاسف ما رحتش يعني احنا في العرض الخاص. يعني انا مش متعوده ان انا اشوف جمهور بيقف على الكراسي ويرقص صراحه، دي جديده كانت بالنسبه لي قوي، انا ما شفتش كده. لكن ورحت مع مجموعه اصحابي امبارح، دول مستوى تاني خالص، فلقيتهم في الغنى بيهيصوا ومندمجين، وبعدين ابتدوا يسالوا مين ده ومين ده، واحنا كل المطربين دول انا شخصيا ما اعرفهمش
يعني انا شخصيا يعني كل ما اقول هو ده فعلا ده يقول لي ده معروف قوي ده مشهور قوي انت زي مش عارفاه. ففعلا ابتدوا يعني يتذوقوا الفن الشعبي في الغنى و اعجبوا جدا بالدراما. يعني بص الشعبيين السي كلاس مثلا ممكن يبقوا عاجبهم الزيطة, التانيين عاجبهم الدراما, عاجبهم الخط الدرامي. وكان تعليقهم ليه في اغاني, ما هو بس هو شخصيته النبطشي. يعني انا مش جايباه مهندس ذره مثلا ولا يعني هو نبطشي ولازم يبقى فيه غنى ولازم يبقى فيه رقص عشان ابين الشخصيه دي بتشتغل ايه او وظيفتها ايه. فوجودها في الفيلم ضروري مهم. هنشوف بس بعد الفاصل, نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا الجميل مع النجومنا اللي مشرفنا ابطال العمل الجميل النبطشي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية مع اسره فيلم النبطشي. وكنا بنتكلم قبل الفاصل مدام هاله بتتكلم عن الاغنيه الشعبيه. الاغاني محشوره في الفيلم ولا محطوطه في اماكنها في الفيلم؟ لا في اماكنها اكيد. يعني في سمه موجوده محموده عند ناس كتير يقول لك الفيلم الشعبي لازم يبقى فيه معروفين مطربين النجوم الاغاني الشعبيه, في 3 4 اغاني شعبيه, في اخرين بيزودوا رقاصه شعبيه, يعني على حسب التوليفه. يعني بقت في توليفه. هل الاغاني في النبطشي الشعبيات اللي موجوده في يعني في السياق ولا خارج السياق؟ ده مش في السياق بس, ده جوه الدراما كمان. يعني ممكن هو يبقى عنده حاله وحاله صعبه كمان ويطلع يشتغل على المسرح وهو عنده الحاله دي, وتلاقي الاغنيه مناسبه للحاله اللي جوه النبطشي في الفيلم. لكن ما فيش اي اقحام, كل اغنيه محطوطة مظبوط. وهو نبطشي افراح فلازم يقدم يعني مش ميتة. يعني اللي مني مزعلين دول دي معروفة جدا انت عارف طبعا. طبعا العلاقة بين شيبة وصدام احنا عملناها هنا, وهو بيحب صدام حب بيحب شيبة حب غريب جدا. وده بيناه في الاغنية. وانا بحب شيبة في الحقيقة جدا, يعني انا مطرب بحبه جدا 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 على مستوى الشخصي يعني. لكن فيلم شعبي واغاني شعبية انا ليه عملت النوعية او النوع ده؟ ما انا ما عملتش قبل كده. لكن انا سمعت كتير بقالي كام سنه عمال اسمع سبه الفيلم الشعبي. هو مش سبه, من وانا عيل صغير انا بحب فريد شوقي في الفتوه وفي غيره, وهيفضل موجود زي ما قال الاستاذ اسماعيل فيلم الشعبي هيفضل موجود. لكن ممكن من خلال الفيلم الشعبي تقول قضايا مهمه, تقول حاجه الناس حاساها ومش قادره تعبر عنها, تقول في المشهد الاخير تقول كل اللي جواك للناس وللمسؤولين, وخلي بالكم وخدوا بالكم من شبابنا ومن 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 كل القواضي. فانت من خلال فيلم شعبي ممكن تقول كل حاجه, وانت في يعني مش عايز اقول ضحكنا عليهم بس احنا دخلناهم فيلم وخرجناهم بفيلم تاني خالص. يعني الناس خارجه بتقول اعتراض حاجه والاعلان حاجه واللي انتوا عاملينه حاجه, فاحنا خدنا الناس يعني ترقيصه كده بالبلدي كده يعني وديناهم في حته تانيه خالص, قلنا اللي جوانا وطلعنا. لان الفيلم الشعبي مش سبه, انت ممكن تعمل فيلم شعبي وتضحك وتعمل كل حاجه وتقول اللي جواك من غير اي الفاظ جارحه ومن غير اي فيلم يناسب كل الناس, وده اللي موجود في النبطشي. انت عملت شخصيه الحقيقه يعني متغيره وفيها عمق جدا, لان انت بتبدا الاول بالنبطشي الراجل اللي بيقعد في الافراح وبيقعد يعني يقدم المطرب وهكذا, بعدين بقيت مذيع في الاف ام تمام, بعدين بقيت نجم نجوم التوك شو في مصر تمام. التحولات اللي جت في الشخصيه كلها جت ازاي؟ شايفها ازاي؟ واتعاملت معاها ازاي؟ في منها جيب الصدفه وفي منها جيب حلم جواه ان هو يبقى حاجه, وان هو مسؤول عن اسره ومسؤول عن اخواته ومسؤول عن اخته ومسؤول عن جوازها وامه مسؤوله عن الكل وعلاقته بيها العلاقه الخاصه دي كلها, فنفسه يبقى حاجه. على فكره سعد ابو سنه خريج معهد فن تجاري, الشغل اللي جاله امن على العمار, ممكن ناس تقبله وهو ممكن ناس ما تقبلش. هو ما قبلش, هو شايف ان شهادته يشتغل بيها, ودي احد المشاكل اللي طرحناها في فيلم النبطشي. فالصدفه هي اللي لعبت دورها, وهو قاعد بيغسل الموتوسيكل بتاعه وسمع اعلان في الاف ام بيطلبوا مذيعين و فاتجه وراح, وعشان هو خفيف ولطيف فابتدى يقدمه والناس قبلته. ومن هنا بدات الحكايه, لانه اشتغل مذيع واشتغل في الاف ام واشتغل نجم بنفس طريقه النبطشي, حتى هو طلب ان البرنامج يبقى اسمه النبطشي. فهو ده اللي عجب الناس وعجب المعلنين وعجب المشاهدين, ان هو سعد اتكلم بطريقته, اتكلم عن كل حاجه, عن مشاكله وعن مشاكل الناس وعن بطريقته. على فكره بدون قطع حديث كمذيع كويس؟
جدا. انا عايز اقول لك اصحابي اللي كانوا عايشين معايا قالوا لي ده فكره برنامج حلوه وهو جدا، وهو لو عمل برنامج هيكسر الدنيا. احنا النهارده بعد اذنك في الفصل الجاي هيقدم هو الفقره بقى، انا هقعد كده اتفرج وحضرتك تقدم بعد اذنك بقى. انت عارف يا عمر انا من اسبوع واقف الاشاره واقفه، جالي ولد واقف بيبيع بلح هنا عند مدينه الانتاج. اوكي بلح ولابس جلابيه ايوه اللي واقفه على البرنامج. وبعدين جي قال لي مدام هالة انا اسمي كذا كذا كذا، انا خريج كليه تجاره وانا ببيع بلح. قلت له طب برافو عليك يعني برافو. قال لي اصل انا والدي ماتوا وانا المسؤول عن اهلي وانا بكتب شعر وفي مطربين خدوا مني كلمات اغاني وبتاع، بس ضحكوا عليه يعني هو جاي يشتكي لي الناس اللي ضحكوا عليه، فكنت فخوره وفرحانه بيه قوي. فافتكرت النباتشي انه الفيلم ده بيدي حاجه مهمه قوي، انك انت دايما باستمرار يبقى عندك طاقه ايجابيه، انك انت باستمرار لازم تقول مفيش حاجه مستحيله، ما دام انا عايز وعارف هقدر اوصل. فهو يعني الفيلم من سماته الرئيسيه انك انت هتنجح، لو عايز هنجح هنجح ضد اي ظروف ضد اي حاجه لا هنجح. طب نسمع المرجحه ونرجع بقى عشان نكمل. مرجحينا فعلا. عشان بعمل كل حد طيبة بطلع انا الغلطة، وسط البشر في كتير بشر وقليل قوي الانسان، بخاف افرح واخاف من فرحتي تطول، بخاف اضحك واخاف الضحكة تتحول، مفيش في الدنيا شيء دايم على حاله، ده طبع الدنيا وانا عارف ده من الاول، ده طبع الدنيا وانا عارف ده من الاول. مرجحينا 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 ولف بينا، افتري ودوسي عنينا اكسرينا كمان يا دنيا، دوخينا 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 وعذبينا، عشمينا وخليبينا، هو ده طبعك يا دنيا. ادي الامان من وكل الناس بعوني، بقدر الكل ويا ريت بيقدروني، بهون عليهم ليه يا دنيا فهميني، ما عادش في ولا حد بيصون الجمال، نصيبي ومكتوب ان اعيش وباختمال، من كتر حزني خلاص مفيش دمع في عين. مرجحينا 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 دوخينا ولف بينا، افتري ودوسي علينا واتصارينا كمان يا دنيا. يعني يا استاذ محمد دلوقتي الاغنيه اللي سمعناها دي بتاعت المطرب حماده الليسي، ما اعرفش ايه حكايه الليسي كتر كلهم كله ليسي مش عايز اعرفوش. اهلا وسهلا طبعا بيه يعني القريب. هل الاغنيه دي في السياق؟ في السياق، الى جانب ان هي مهنته اساسا نبطش، يعني هو بيروح افراح كتير، فاصل ايه اللي يخليني ادخل الاغنيه؟ اصل بصراحه اقول لك، انا بقول لك انت المؤلف سيئة. انا بقول لك بصراحه يعني كل وانت عملت قبل كده برضو يعني كل الافلام اللي فيها اغاني. ايوه يا فندم بالظبط يا فندم. فاحنا عايزين نعرف هل ده مقصود، هل ده كوميرشال اكتر تجاري اكتر بيجيب مع الناس اكتر؟ والله نهائيا، يعني مدام هلا بتقول لك اول مره تشوف الناس تقف على الكراسي وترقص. بص هو والله نهائيا حضرتك اساسا يعني انت عايش حياتك، لو ركزت السنه اللي فاتت في حياتك هتلاقيك حضرت فرحين شعبي، فهو ما ينفعش اعمل فيلم مفهوش. لا بقت سمة الافراح كلها ان يكون في كله وحضرتك لسه كنت بتقول حلقه عبد الباسط حموده يعني فاحنا يعني عمري ليه ايه اللي يخليني، طب ايه اللي يخليني اعمل ثلاث اغاني، ما اعمل اغنيه بقى اللي هي بتاعه البيع اللي هنبيع بيها على القنوات وبعد كده ما اعملش ثاني، لكن بيبقى غصب عني يعني. في فرح اخته ده هنشغله من غير اغاني؟ لا بابا لازم بس ترد طبعا لازم يغني طبعا. هي مش الافراح مش الافراح الشعبي بس يعني انا قبل العيد على طول كنت في فرح في الفور سيزون، المين بتاع الفرح هو محمود الليسي وكم تليفونات علشان اوعى محمود ما يجيش الفرح. اوعى هي مي كساب غنت في الفيلم؟ لا ما غنتش في الفيلم. لا ما غنت يا مي، ما غنتيش ليه في الفيلم يا مي؟
يا دكتور أستاذ إسماعيل عندك ما غنيتش طبعا. الأول مساء الخير عليكم. مساء الخير، مبروك الفيلم، كنا نحب تكوني معانا النهاردة. أنا أسفة والله يا دكتور، عندي بروفا، أنا بعتذر لكم أهو على الهواء، لأن أنا عندي بروفا عشان إن شاء الله احتفالات عيد القوات البحرية بعيدها، كل يوم بعمل بروفا، فأسفة اعذروني إني مش معاكم النهاردة. كان يشرفني طبعا يا دكتور، بقالنا كتير مش عارفين نتقابل. الله يخليكي. كلميني بقى عن دورك في النبطش. أنا والمجموعة الجميلة دي اللي قاعدة معانا ومنوراني النهاردة. طبعا بقول لهم كلهم مساء الخير وحشتوني، والف مبروك على النجاح الكبير تستحقوه، لان عمل محترم جدا، مش عشان انا موجوده فيه مضطره اقول كلام مجامله يعني، بس دي الحقيقه، ان ده عمل محترم واول فيلم شعبي فعلا يكون حاسس بالناس جدا، فيلم محترم هادف له رساله عايز يقولها. اتبسطت طبعا بالشغل مع استاذ اسماعيل، لان دي مش اول مره نشتغل مع بعض، وهو مخرج متميز جدا وبيدي كل واحد حقه، والاستاذه هاله صدقي فنانه عظيمه وتربطني بيها صداقه قويه جدا يعني، وهي احسنت جدا في الفيلم. المفتري بقى اللي قاعد محمود عبد المغني، انا قلت له يمكن في العرض الخاص على الفيلم انت خلصت كل حاجه في التمثيل في الفيلم، فما شاء الله عليه، ممثل عظيم لازم ياخد حقه الفتره الجايه. هو موهوب جدا محمود، موهوب يعني الحقيقه. طبعا ما ينفعش يبقى عندنا ممثلين بالموهبه الكبيره دي ومش كل سنه بنتفرج لهم على حاجه، ف يعني اتمنى ان كلامي يكون يعني قد موهبتهم العظيمه دي. وانا دوري في الفيلم زي ما قلت لحضرتك فيروز، هي بروديوسر بتشتغل في شركه كبيره، الشركه دي عندها قناة اف ام وقناة اعلانية، بتشوف في سعد حاجة جديدة، ان هو كاركتر جديد شبه الناس اللي في الشارع، فهي اقنعت الشركة ان هم يتبنوه بقى يعمل برنامج في الاف ام الاول وبعد كده يعمل برنامج في التلفزيون. عموما احنا يا سعداء جدا بوجودك في الفيلم، وعايز تقول لها حاجة؟ عايز اقول لها انت كنت عظيمة جدا، ويعني جوه الفيلم وبره الفيلم، وكنت عامله روح جميله جدا، وانا مبسوط ان اشتغلت معاكي، وبجد انت نورت الفيلم ونورتينا، وكان نفسي تكوني موجوده معانا النهارده، وانا كمان مبسوط بيكي، مبسوط بيكي يعني كتير جدا 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 جدا، انت ممثله عظيمه وانسانه اعظم يعني. وانا كمان يعني مبسوط ان احنا اشتغلنا مع بعض. انا كمان عايزه اقول لك كلمه كمان، ان احنا أنا كلنا هقول لك طلعتوني بره. طب انا وهي كنا مع بعض في سفريه شغل في هولندا وفرنسا، فهي نازله عماله بتشتري، فقلت لها مي انت ليه يعني تشتري هدوم غريبه شويه يعني، قالت لي انا داخله فيلم وكاركتر غريب، قلت لها ايه الكاركتر، طب ايه، ودخلنا محلات كذا مره، قلت لها تعالي نروح هولندا هي ممكن يبقى احسن فيه ده، وكل ده يعني قضينا اسبوع 10 ايام مع بعض، وانا ما اعرفش انها في الفيلم وهي ما تعرفش ان انا في الفيلم. عموما مبروك يا مي، ودايما بالتوفيق ان شاء الله، ودايما تقدمي لنا حاجات جميله ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور، وعايزه بجد اوجه رساله عن طريق برنامج حضرتك والمجموعه الموجوده دي المتميزه اللي عملت فيلم مهم جدا، انا بدعو كل الناس انها تنزل تتفرج عليه عشان هتستفيد منه حاجه، ان احنا كل شركات الانتاج لازم تتكاتف ونقدم اعمال تهم الناس، تهم قضاياهم، تعبر عنهم، عشان الفتره اللي احنا فيها دي فتره حرجه جدا، والمشاهد بيتاثر اول حاجه بيتاثر بيها هي التلفزيون، فدي مسؤوليه كبيره علينا كلنا. وطبعا بشكر شركه دولار على الانتاج الضخم اللي انتجته في الفيلم والمجهود اللي بتقومه، وكل منتجين مصر اللي بجد لسه بيحافظوا على صناعه السينما وعايزينها ترقى وتنهض وتفضل شغاله ومستمره. فاتمنى يا رب ان احنا عن طريق فيلمنا ده نكون قدمنا الرساله دي، وكل الناس ان شاء الله الفتره الجايه تعمل افلام مهمه عشان نبني المجتمع اخلاقيا ان شاء الله. نجمتنا الجميله مي كسام، مشكورك جدا جدا. عايز ارجع لك بقى استاذ رامز بقى، انت فعلا في حاجه هتعملها في امريكا قريب؟ الله وصلت، شفت بقى الاخبار وصلتني ازاي. بص يا صدفه بس يعني ادعوا لي ربنا يستر، انا اول مره هتكلم في التلفزيون في الموضوع ده، بس عندي بعض المشاكل في السفر كده بدون يعني ذكر تفاصيل، عشان انا لسه متخرج بعد 8 سنين في معهد فنون مسرحيه وعندي مشاكل تبع الجيش. 8 سنين في معهد فنون مسرحيه؟ اه 8 سنين يا مفتري. والله مش انا بص ما فيش، هو بيشفط اللي لا 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 ما فيش ماده سقطتها، انا كنت بعتذر زي ما هو باين اكيد. طب يعني كله بارادتي، كان غصب عني التصوير وكده، فما كنتش بروح. ان شاء الله المفروض انا هسافر في شهر 1 تمام، بس يا رب ان شاء الله اعرف اخلص ورق السفر عشان تصريح السفر والجيش والحاجات دي، فيا رب. لكن كلمني ايه اللي هتعمله بره في امريكا؟
بص انا هحكي لك ازاي جالي. يعني هو جالي بالصدفه الموضوع ده بقاله كذا شهر. انا كنت مسافر دبي اسجل برنامج في قناه تمام. كان ليا واحد صاحبي هناك فقال لي ان في شركه اسمها امت فور لاوزيس بتدور على ممثل عربي وكده. فقال لي تعاد صورك. فسبت صور فما كنتش متوقع ان في حاجه هتحصل يعني. فمشيت. انا كنت بسجل البرنامج في يومين ورجعت القاهره. عدى شهر ونص لقيتهم بيكلموني وبعتين لي سكريبت وحاجات كده وبتاع. ما صدقتش ده شغل جامد جدا. فناس بروفيشنال. بروفيشنال طبعا. بس فمفروض حددوا ميعاد اللي انا هروح اسافر في شهر واحد ان شاء الله. فيا رب يا رب يعني انا سايبها على ربنا. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. يا رب واشتغل معاك ويبقى بالاشتراك معاك. نسمع اللي تعبنا سنين في هواه. يلا بينا من النبطش. اخر حاجه استاذ. برضه الاغنيه دي في السياق يا استاذ اسماعيل. في السياق برضه في كام اغنيه في الفيلم ده بقى؟ احنا بنعمل السياق وبعد كده نعمل الفيلم. بنعمل السياق. احنا بنعمل الفيلم وبنعمله الاغاني. في كام ما في اغنيه في الفيلم؟ الاغاني ونعمل عليها الفيلم. في كام اغنيه في الفيلم؟ هم دول ثلاث اغاني بس. ثلاث اغاني في الفيلم. وثلاث اغاني في الفيلم مقصود ان هم يبقوا في البارت الاول بتاع ان هو يبقى نبطشي. لان في اغنيتين في الفيلم هو بيبتدي فيهم بيعمل نبطش وبيلم فلوس وكده. وفي الفرح التالت بتاع فرح اخته ده اللي هو بيحيي امه. دي تحيه للام عموما ان هو بيحيي امه على المسرح يعني. دي حاجه احنا عاملينها كده. الاغاني متوظفه في الجزء الاولاني اللي هو فيه نبطشي علشان نرسخ النقله. ما هو انت لو ما شفتش النبطشي كويس قوي مش هتقتنع لما يبقى لما عمل المذيع اقنعك جدا. بس تعبني سنين في هواه. تعبني. هو ما بي يعني هو ما بيرتضيش باي حاجه يعني. والله يعني العظيم حلو يا محمود. يعني من الممثلين اللي سهل السيطره عليهم ولا صعب؟ لا لا هو سهل جدا. وراجل بيدخل مركز معاك وعينيه في عينك كمخرج وعارف انت تمام ولا لا وعايز ايه. لكن هو عايز دايما يطلع. هو عنده جوه حاجه مع نفسه بيتخانق مع نفسه. عايز يطلع احلى 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 احلى. غير مدام هاله مثلا تيجي تتكلم في التليفون وخارج عادي جدا ويلا احنا هنصور. التليفون برضه بيرن برضه في التليفون. اللي بيرن ده جاي تقوم حاطه التليفون جنبها وتتحول. يعني ما بتبقاش فاهم يعني. هو تلاقيه بعمال يشحن ورايح جاي وبيفكر وكل واحد بقى بطريقه. وهي تيجي انا على بالها عارف انت السهله قوي دي وتقوم حاطه التليفون جنبها ويلا اكشن. فتلاقي راحده تانية خالص على الشاشه راحت عامله كده. فانا طبعا قاعد على المونيتور مش فاهم الناس دي بتعمل ايه. لا يعني تحيه وشابوه لكل الناس اللي اشتغلت في الفيلم. كلهم نجوم يعني هايلين ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. مش عايز اخص حد. كلهم انا استمتعت كاسماعيل جدا بالشغل معاهم.
انت مخرج جميل وشغل والله جدا بجد. اولا هو ليدر كويس، مهم قوي انك انت تبقى ليدر، مهم انك انت تبقى بتحب الممثل. انا اشتغلت مع مخرجين كتير، حد بيحب الممثل قوي وحاسس بيه يديله اداء، يعني انا في شوت في المقابر طبعا انا ما يعني مديني حاجه، عارف هو بياخدني بيروح حاططني على التراك الصح وانا بشتغل بعد كده. مش كل المخرجين بيعملوا كده، قليلين قوي. انه في حزم وفي جو ضحك وانت رايح حاجه، عشان احنا شغلتنا صعبه قوي، وانت طبعا ادرى واحد بالحكايه دي، انه احنا يعني لازم نبقى متحملين ان احنا نشتغل 18 ساعه و19 ساعه، وخايفين الشمس تطلع، وخايفين مش عارفه الرطوبه هتعمل ايه، فلازم نستحمل كل ده. فهو حازم جدا وليدر كويس جدا، وفي نفس الوقت مدي جو حب واخوه، وانك انت فعلا فرحان وانت رايح اللوكيشن. جميل، احنا هنطلع لفاصل، عشان بعد الفاصل هنرجع مع مقدم برامج الشهير سعد ابو سنه، هيقدم هو برنامج بوضوح النهارده، وهيكمل الحوار وهيكمل اداره الحوار، واحنا هنتفرج، انا هتفرج عليه شخصيا بعد الفاصل. سعد ابو سنه في بوضوح. ايوه 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 نعيش ونستمتع مع ابطال فيلم النبطشي. عم محمد سمير مبروك حبيبي، انت بتقول انك بتنزل الشارع وجملك اللي في افلامك بتجيبها من الشارع، ازاي الكلام ده؟ اشرح لنا. بنزل اقعد على القهاوي، اقابل الناس، ادعبس كده، ادعبس، لان هي الافلام اساسا نجحت عشان حوار الناس ده. في جمل فعلا انا ما بألفهاش، يعني جمله انت قلتها في الفيلم، يا ويله اللي قلته من حبيبه يموت لو الطبيب حداه. دي بطريقه هألفها ازاي انا؟ ما انا لازم اسمعها، فبلف وبروح وباجي وبعمل واروح افرح. عملت زي ما انت عملت تحدي نبطش معايا الفجر، الست بتاعت الفجر ده غشيت منها وقالوا انا فكرني، طيب معلش كتير بيقابلني، بتاعت الفرشه اللي انت رحت ورحت قاعد جنبها دي، قاعد مش عارف 3 4 ساعات كده جنب اتنين بتوع فرشه فجل يسمع حوار الستات، عشان في الاخر سمعت جمله القلب على القلب رحمه اللي هي قالتها في الفيلم. وملو الثلاجه عمره ما يلم عيله، ملو الثلاجه عمره ما يلم عيله. الجمله دي جمله غريبه جدا، الناس كلها وقفت عند الجمله دي. وفي نفس الوقت المشهد بتاع الخطوبه، سلام تربل بالجامد اول الظروف. لا المشهد الخطوبه ده بقى انت قوله لنا من الاول. يلا بقى نسمع. مشهد الخطوبه ده، سعد ابو سنه رايح يخطب البنت اللي بيحبها، اترفض، قال له انا ما جوزتش بنتي من ورا الشوبش. فقال له شوبش، طب اسمع السلام ده من ابنك سعد، سلام للشغل المقطع البلد وانا اتبطرت، سلام لراجل ايديه باشت من صنفرة الحيطان وما ادهاش وسرق، سلام لراجل ابوه سابه وفي رقبته عيلين امهم وما ادهمش وسرق، سلام للشيطان اللي الظروف ماضيه معاه عقد احتكار، انا اشتغلت عم طلبه شغلانات، يا عم طلبه انا اشتغلت شغلانات لسه لحد دلوقتي ما اخترعلهاش اسم، مش مهم وشوشنا شكلها ايه، المهم قلوبنا شكلها ايه يا عم طلبه، قلوبنا ايه الكلام ده؟ انت برنس على طول. الاب رفض الجواز على طول، ولازم يرفض الجواز بيني وبينك. ايه اللحظات دي يا استاذ اسماعيل؟ انت ما نبطش ما دام فقير، محدش بيسمع كلام. ويا ويله اللي عيلته من حبيبه، يموت لو الطبيب حداه. ده رد على الخطيب. بس عايز اقول لكم حاجه، انه من اهم، انت طبعا قاعد معانا، انا معاكم، انا اراقب بالله. من اهم عوامل استمتاع بالفيلم بجد المزيكا. طبعا انا اتبهرت. كريم عرف. كريم عرف هو حقيقي طبعا، تحيه خاصه لكريم عرف. بجد اول وثاني ومليون، هو اول مره كريم وامير يعملوا مزيكا. عظيم، الاثنين عظماء. انا كنت بنبهر وانا قاعد معاهم في الاستوديو. وكنت على قد ما كنت قلقان وانا ما واخد التمثيل ده كله والحالات دي ورايح الاثنين اول مره بيعملوا مزيكة افلام، يعني هما طبعا اشتغلوا ميوزيشنز في حاجات بس اول مره موفيز يعني، بس واخد الحالات التمثيليه دي كلها ورايح لهم. وبعدين بدوي يقول لي اسمع ايه، اقول له لا تمام، لا مصطفى عزقلاني منتج يقول لي ايه، اقول له لا لا. ورحت قعدت بقى في الاستوديو، انا بحط ثقتي في حد واقعد اتفرج بقى، يعني 10 ضعف انا كنت واثق فيهم، هم حطوا 10 ضعف الثقه. بس شعورك ايه بقى وانت ليك فيلمين في العيد، واحد صعيدي والنبطشي؟
كلهم اولادي اولادك انت بتحس بانك حتى يعني قال لي السؤال وراح لحقني ولادي وبحبهم الاثنين قوي ومتشرف بناسهم قوي ومتشرف بيهم وعاملين اعلى ايرادات هما الاثنين يعني فخور كده بالعيد يعني الحمد لله قدرت اعمل حاجه تمام اللي انا راضي عنها جدا الحمد لله يعني. كمل انا بطش كمل انت نجم النجوم انا بقى اسمع سلام بكم خش يا بيه نص لا قط اياك اسمع سلام بكم نص لا قط اياك طب قط اياك نص لا طب قط اياك ارفع الشعار المربع الدمار اللي خلي الخراب عمار تحيه خاصه لحبيبنا رامز الفنان العالمي الله يخليك قول لنا بقى واحكي لنا ايوه من اول ما خدت الورق حسيت بإيه؟ أول ما خدت الورق توترت جدا ده طبعا لا والله الدور اتعمل كتير من زمان الواحد صغير بيتفرج على المدمنين في السينما فطبعا هيجيلك شعور طبيعي اللي أنا طبعا هعمل إيه جديد في الدور ده قعدت اتكلمت مع أستاذ إسماعيل وقعدت أفكر وقعد قال لي بعض التفاصيل الكتير فكرة اللي هو وصف لي حالة المدمن انها ما بتبقاش بالكليشيه اللي احنا شفناه قبل كده وقال لي على بعض التجارب وابتديت بالصدفة من الحاجات برضو المفارقات الغريبة اللي انا كل ما احكي لحد من اصحابي المفروض ان هما يعني مدمنين من طبقة محترمة والله يقول لي انا بص هقول لك حاجة بس الموضوع ده ما يطلعش انا اخويا كده حصلت معايا مرتين شفت ان هي ظاهره منتشره كبيره جدا ومحدش بيتكلم هو قالوا لي لما عرفوا ان انا بعمل دور فابتدوا يقولوا لي على بعض التفاصيل يعني في مشهد حكوا لي عليه حصل اللي هو فكره اللي هو بيروح المصحه وبيهرب ده بيحصل مع 90% من المدمنين بس فمع بعض التفاصيل انا سمعتها واستاذ اسماعيل اللي قالها لي رامز بقى صاحب ال100 سؤال هو دؤوب جدا ومجتهد جدا دؤوب جدا ومجتهد جدا صاحب الخبره يا بيه انا بقى بتكلم مع مدام انا وابن تعالى اسالك بس في حاجه تعالى بس هقول لك على حاجه عايز اقول لك بس هو انا لما هبقى يحصل ايه فاقول له بيحصل كذا كذا طب افتح عيني ولا اقفلها وبعدين كده طب هو انا لما هبقى ناشر هو هي اللي ترد عليا ولا انا ارد عليها لا في مشهد كان رفع فيها السكينه قلت لاسماعيل لا ده ممكن يسخن خايفه لا 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 مش ممكن يسخن لا 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 قولي الحق كانت خايفه راحت جايه لي عند اسماعيل هو ماسك السكينه كده هو بقى بي 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 بينفعل وبيشحن نفسه اسماعيل لا يضرب السكينه تيجي تطير حاجه لا لا بجد كنت خايفه فقلت لها لا بتكلمي ايه ده راجل ممثل بروفيشنال هو بقى عمال يشحن ويصرخ في نفسه كده ضربنا والله رحت رايح بقى بس قعدت بعد المشهد ده اعتذر لمدام هالة عشان مسكتها جامد غصب عني وهي ضحكتني وانا قاعد منفعل بتقولي لا يا حبيبي اهدى شويه دراعي اهدى يا بابا اهدى احنا هنعيد كذا مره وكل ما يضربها في المشهد تقوم جاي لي عند المونيتور تقولي احنا هنعيد هو احنا هنعيد هتجيبني تاني يا استاذ سلام بقى للحاجه فاطمه شبابيك حاجه فاطمه شبابيك امي شبابيك ولا شبابيك شبابيك هو كان نفسه في شبابيك امي قراراتها محصنه قراراتها محصنة وغير قابلة للطعن أمي من غيرها نحس بفراغ دستوري أمي أول معنى فهمه كياني وأول ما وعيت على الدنيا وطت هي وقامت شايلاني أمي ثم أمي ثم أمي 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 اللي قراراتها محصنة وغير قابلة للطعن طبعا قراراتها دستورية غير قابلة للطعن الكلام في ثانية ممكن يروح في حتة تانية الكلام في ثانية ممكن يروح في حتة تانية حبيبتي انت نورتينا في الفيلم وبره الفيلم وانا كان عندي مشكله كبيره جدا اقسم بالله بقولها في كل حته ان انا بمثل معاكي بمثل واتفرج عليكي والله الفيلم ده بالذات يعني انا من عشاقك لكن انا في مشاهد الدراما اللي في اخر الفيلم اللي بيننا وبين بعض انا كان عندي مشكله بمثل وبتفرج عليكي يا حبيبي والله العظيم ثلاثه فاحنا كلنا سالنا السؤال ده لكن ما حدش سالك السؤال ده لما خدت الورق وعرفت الدور وعشت معاه فكرت في ايه؟ فكرت تعملي يعني من انهي منطقه ومن انهي حته؟ لان انا شفت حاجه جديده، حاجه مختلفه خالص. هقول لك على حاجه غريبه عندي انه انا ما مش عيب، انا ما اعرفش، انا ما بحضرش. انا بس بقعد اخزن جوايا بس ايه اللي هيطلع في ساعتها؟ يعني زي ما بيقول اسماعيل انه مسخ الموبايل او بتاع، اصل انا جوزاء ففي شخصيتي، في كذا شخصيه شغاله معايا.
وفي حوار حتى انه في حاجات يعني ممكن بناخد مثلا تيك 1 تيك 2 ممكن في تيك 3 في حاجه ثالثه خالص تطلع. انا بعملها مختلفه خالص. لا انا يعني في ناس بتفتكر ان انا شريره بحضر، لا بدليل ان انا ما قلتش في الاول ولا في الثاني. الراجل يقول انت جايه معاكي الموبايل لا يعني انا الكاميرا بتدور انا ما بعرفش هعمل ايه، انا بمشي ورا احساسي. يعني في شخصيه بقى راكبه انا مش عارفه دي ايه هتعمل ايه، هي اللي سايقه. عارفه مين بيقول كده نفس الكلام ده بره؟ يعني في مدارس طبعا اندماج، مش اندماج كامل يعني، انا بحب الاندماج بس مش الاندماج الكامل، او مدرك اللي حواليا، مدرك اضاءتي، مدرك استاذ معين بيقول لي حاجه ولازم ابقى مدرك، لكن اندماج كامل ده مش اللي بيقول نفس طريقتك دي. جودي فوستر وانتوني هوبكنز عكس بقى دانيال دي لويس. وانا شبه انتوني. ما انت لا انت جودي فوستر. هو انا عايز اقول لكم حاجه، اصل هي بتيجي بدري وبتيجي حافظه، بتيجي مذاكره، بتيجي عارفه هتعمل ايه. لا فنانه ملتزمه على فكره، هي كانت درس لكل اللي موجودين في الالتزام صحيح. عموما اللي عايز اقوله، انتوا قدمتوا عمل جميل الحمد لله، عمل يعني فعلا انتوا تفخروا بيه، لان هو عمل فعلا بيناقش موضوع جميل انساني وشعبي زي ما انت قلت، واللي مالوش في الشعبي لازم يدرك ان الشعبي هو الاساس. كلنا في الاول وفي الاخر من حارات شعبيه، وكلنا من قرى من صعيد. لا اتكلم عن نفسك. حضرتك من شبرا. من شبرا. انا من منيره شخصيا بفتخر. انا عايز اقول حاجه بعد اذنك. كلمه اخيره. كلمه اخيره، انا بشكر جدا شركه دولار على كل اللي عملته معانا في الفيلم. طبعا. على كل اللي عملته معايا انا كاسماعيل في فيلمين، وده واحنا بنصور الثالث محمد رجب دلوقتي. احمد بدوي، استاذ وليد الكردي، استاذ مصطفى عزقلاني، شركه دولار كلها بكل اللي ورا، الناس اللي واعيه فعلا للانتاج، واعيه فعلا لدور العرض، واعيه فعلا ازاي تقف مع الفيلم، واعيه ازاي صناعة. تحرك الصناعه دي من لا والصناعه راجعه ان شاء الله استاذ اسماعيل، وراجعه بقوه ان شاء الله. بشكركم على خالي بقى النبطشي هو اللي يختم حلقه بوضوح النهارده. الكاميرا قدامك. اختم بقى غاده. احنا غاده عز يعني شويه شكر كده لكل الناس الحلوه اللي كانوا معانا في الفيلم واللي نورونا اول وثاني ومليون. امال ايه؟ اول وثاني. ما لازم اغلط واقول مليون. تيك تاني على طول، اول وثاني ومليون، سلام تريبل بالجامد قوي، غاده عز، كريم عرفه، شركه دولار، استاذ وليد الكردي، احمد بدوي، عزقلاني، يوسف بارود، طهاوي، وحمزه. ده حمزه مين؟ حمزه مين؟ حازم فوده. حازم فوده وبجه، سلام كبير قوي لبجه، كل الناس الحلوه اللي نورونا في الفيلم وشرفونا. وانا اسف جدا لو نسيت حد. ادوارد ارجوك. وادوارد ادوارد ادوارد نورتنا يا ادوارد، دمك الخفيف وروحك الحلوه. وهبه عبد الغني. وهبه عبد الغني. وانا وانت. يعني اختي. يعني اختي. 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 ودي حلقتنا بوضوح يلا. ودي كانت حلقتنا النهارده من برنامج بوضوح، وتحيه خاصه للحياه وادب الحياه، يعني ارفع الشعر للحياه اللي بتخلي الدمار عمار. صباح الفل للحياه. السلام عليكم. ايوه 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 ايوه. اهم واحد في الفرح. وتختار وبحب اللحمه وبحب المكاسب. سلام لراجل ايديه بشت من صنفره الحيطان وما مدهاش وسرق. انا من كتر التعب ما بقتش عارف ايه واجعني. مش حد ما توجعش يا سعد.